السلام ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعي قناة سكاي تي في. اليوم باش نحكيو على الإعلامي والمنشط الكبير، على الشاب اللي كان عمل بوليميك كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تلاقه من رملة الذويبي وإشاعات اللي دارت حول علاقته بالإعلامية ريهام بن علي. على الشاب اليوم بعد متأكد الجميع المتفرجين العلاقة الغرامية اللي تربطه بريهام بن علي، بعد ما ولى على الشاب يخرج فيها للعلانية وما عاد يخبي في الحكاية ذي، وبعد ما ولاو يهبطوا تصوروا مع الكونت انستغرام اوفيسيال نتاعهم مع الكونت فيسبوك لباج اوفيسيال نتاعهم الجو. على الشاب ريهام بن علي اليوم يهبطوا نفس التصوير ونفس التدوينة على انستغرام نتاعهم، وهي رسالة توجه بها إلى سامي الفهري الموجود في السجن، ويقولوا الوقت ياش بيسجرون، يعني يحكوا على وجود سامي الفهري في السجن اللي كما تعرفوا تجاوز الآن العام من غير ما يعرضوه حتى محاكمة. على الشاب عفوا يقول العائل سامي الفهري ربي يصبركم وإن شاء الله يرجع لكم حر ومعافى كما خليكم، وإن شاء الله ما تبدل شيء، أو كخلي زوجة بنات يقفوا خير من ألف راجل، وإن شاء الله ربي يصبر مرته ويعطيها الصبر باش رجع لها ويظهر الحق باش رجلها يرجع لها حر وعافى الطريق. شكرا.